أظهرت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد والسياسة أن دواء البنسلين قد يفقد قريبا فعاليته في مقاومة البكتيريا والأمراض المعدية. ويقول الباحثون إن الإفراط في تناول المضادات الحيوية مكن أنواع البكتيريا من الحصول على مناعة قوية ضدها. البنسلين أشهر المضادات الحيوية وقاهر البكتيريا والجراثيم على مدى العقود، ربما لن يعود كذلك بعد وقت قصير. بعد أكثر من 80 عاما من اكتشافه على يد الإسكتلندي ألكسندر فليمينغ، يبدو أن عدو الأمراض المعدية سيفقد فعاليته قريبا. هذا ما خرج به تقرير لكلية لندن للاقتصاد والسياسة بعد بحث أجراه عدد من المختصين. يقول التقرير إن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تزداد شيئا فشيئا، ما قد يعلن قرب انتهاء تأثير المضادات فيها، أي أن البكتيريا وأخواتها من الجراثيم استطاعت أن تطور مناعتها لتقهر عدوها التاريخي من البنسلين وأمثاله. يرجع الباحثون السبب في ذلك إلى التشخيص الخاطئ للأمراض من قبل الأطباء وإفراطهم في وصف المضادات الحيوية لعلاج كثير من الأمراض الفيروسية على أنها بكتيرية وصرف الصيادلة لها دون وصفة طبية. إذن وفي مواجهة ما قد تكون كوارث صحية مقبلة، يوصي معدو التقرير الحكومات بالتحرك لحل الأزمة المتوقعة، وذلك بالعمل على إيجاد مضادات حيوية كأولوية أولى تسبق حتى إنتاج دواء لإنفلونزا الخنازير مثلا. أما السبيل إلى ذلك فانتهاج طريق البحث العلمي لاكتشاف مضادات جديدة أو تطوير متوافر منها. تقول سطور التقرير إن الأبحاث الحالية المتعلقة بالمضادات الحيوية قليلة وغير كافية، والسبب أنها لا تدر أرباحا على شركات الصناعات الدوائية مقارنة بغيرها من المنتجات. أما إذا لم يتم التحرك سريعا قبل أفول عهد البنسلين، فيحذر التقرير من أن العالم قد يستيقظ فجأة ليجد نفسه من دون أدوية. وائل تميمي، BBC.